صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده حلقه غريبه جديده وغريبه جدا، عمرها ما حصلت معايا. موقف بصراحه هيئني جدا انه حصل معايا، فحبيت احكي لكم هذا الموقف. حقيقي انا ما كنتش عاوز اعمل الفيديو ده، انا املت نفسي تقلقوش عليا، بس حكيت لحد اعرفه قال لي لا لازم تفضح هؤلاء. فهحكي لكم الموقف من بدايته، ويا ريت الفيديو ما يطولش، بس الفيديو مهم. بس قبل ما تتفرج على الفيديو دون، خليك حكم. حكم وشوف انا كلامي صح ولا انا مجنون وعندي حالة نفسية وبشك في الناس. انا مش مجنون، انا ما بشكش في حد، انا انسان طبيعي جدا، بس عندي شوية ذكاء زيادة عن اللزوم عن الناس. انا بكلمك بجد وبرضه مش بشكر في نفسي والله، ولكن الحياة علمتني، خبراتي وغرباتي وحاجات كتيرة قوي عاوز تقولها اقول، علمتني ان انا ما بثقش في حد بسهولة. يعني حد بيتكلم معايا ممكن اوديه البحر 30 مرة وارجعه عطشان، ما ريحوش ابدا، لاني الشخص ده انا معرفوش، معرفش هو مين، احكي له اسراري واسرار الشخصيه ليه، بمناسبه ايه، هو احنا متربين مع بعض؟ لا. طيب خليني اتكلم بقى في الموضوع اللي يضحك واقول لكم انا عملت ايه، وتعرفوا ان اخوكم خالد هريدي، خالد الصعيدي زي ما كان بيقول لي الاخ دون، دماغه عامله ازاي. في شهر اغسطس اللي فات دون، تقريبا ما بين العشرين او قبل العشرين، انا ما بصيتش في التليفون اشوف تاريخ المحادثات، ولكن في نهايات شهر اغسطس، احنا في شهر سبتمبر دلوقتي، المهم 2020 طبعا، كله في 2020. المهم حد كلمني في القناة، رجل محترم جدا جدا جدا، ونحتسبه على الله ان هو محترم الى هذه اللحظة اللي فاتت مش اللي جاية. الراجل ده انا معايا باسبور بريطاني، وانا ما بتفرقش معايا لا بريطاني ولا الماني ولا امريكاني، انت مش هتديني حتة، انا بعرف البني ادم عشان هو بني ادم. وخلي بالك اسمع كل حرف عشان محتاج رأيك جدا جدا جدا، انا صح او غلط. المهم، والرسالة دي لكل اليوتيوبرات واي حد شخصية عامة او غير عامة، وحضراتكم وكل الجميع، الدنيا مليانة شرور، الناس بقت وحشة وقلوبها وحشة جدا. بس قبل ما اتكلم في هذا الموضوع، في مثل وحش قوي ما بحبوش عندنا في مصر، بيقول لك الايد اللي ما تعرفش تعضها بوسها. عاوزك تبوس ايدي، ماشي؟ خلاص، دي للاخ اللي هو كان معايا في الكافي. المهم، الراجل دون عاوز اقابلك، عيب قوي ابقى خاركوف، انا في خاركوف، وعيب قوي ان انا ابقى موجود هنا وبتاع وان احنا ما نشوفش بعض. انا يا جماعه عندي ظروف شغلي غير اي حد، فاحيانا انا بتحجج بظروف، وفعلا الظروف دي عندي فعلا، مش انا بخترع او بكذب. انا مش محتاج ان انا اكذب على حضرتك، انا لو مش عاوز اقابلك وش كده هقول لك مش عاوز اقابلك، وانا بقولها للناس كتير قوي في القناه لما يقولوا لي عاوزين نشوفك، عاوزين نتعرف عليك، عاوزين مش عارف ايه، فبقول لهم مش فاضي، وش كده. فالراجل ده خمس دقائق، طب حتى قبل الشغل مش عارف تاخد اجازه؟ يا عم اصبر يا عم، هاخد يوم ونقضيه مع بعض وناكل اكله حلوه وبتاع، وعزمك على كشري وطعميه. راجل بقى يعني عاوزين نضحي بالراجل، راجل بريطاني بقى والبرنيطه الانجليزيه ومش عارف ايه، بس مش دي المكسيكيه، انا معايا المكسيكيه دلوقتي، كنت عاوز اجي لك بيها. المهم الراجل ما حدش يضحك، انا بحب الهزار اصلا، اللي يعرفني والله العظيم يعرف ان خالد ده الطيابه والجدعانه كلها. المهم الراجل دون عاوز اقابلك، عاوز اقابلك، عاوز اقابلك. فقلت له ايه؟ قلت له ان شاء الله باذن الله وبتاع. طب هو انت راجع بريطانيا امتى وكده؟ انا بساله عادي والله، لدرجه ان انا قلت له يا عم طب ما نتقابل في مصر وبتاع، يعني فيما بعد، يعني مش في الوقت الحالي لان الكارانتين وبتاع، بعد ما يخلص الكارانتين نحجز تذكره ونروح سوا ونقعد مع مصر في مصر مع بعض، ونقابل كل الناس وحبايبنا، وحتى هنا في اوكرانيا عادي. المهم قال لي ان شاء الله وبتاع، وتعمقنا مع بعض في الكلام، بس ما بريحش حد وبديش حد اسراري، هي دي طبيعه فيا، بسرح باي حد عادي لما بلاقيه بيسالني على اسئله شخصيه وحاجات خاصه بيا، لكن بيكلمني عام قلبي ده بيبقى صافي بكلمه عادي، مجرد ما يسالني على حاجات شخصيه
وهو عايش في اوروبا، فبعرف ان ده من الناس الحشريين، فبروح ايه موديه البحر وارجعه وهكذا. المهم الراجل عاوز اقابلك عاوز اقابلك، قلت له يا عم ماشي. معرفش اخد اجازه قبل 31، فالراجل ميعاد الطياره بتاعته يوم 31، المفروض ايه ياخد بعضه يسافر وطز في ابو خالد ده، يعني خلاص يعني رشدي قبضه. فالراجل راح مأجل تذكره الطياره بتاعته، كل ده عادي مفيش اي مشكله، محبه انا هأجل شويه. قلت له مفيش مشكله، وما سألتوش اجلت امتى. المهم الراجل كل يوم يتصل بيا لدرجه ان انا حسيت ان هو مقموص، ده حقه، يقول لك يا عم اعمل لنا مهم وبتاع وبيتقال علينا. ما اعرفش ظروفي، ما كل انسان ما بيقدرش ظروف التاني خالص، لا اهم حاجه نفسي، انا فاضي انا جاي اتفسح، اقعد يا عم الحاج وقابلني. المهم قلت له انا مقدم على اجازه في الشغل ان شاء الله باذن الله، وهاخد يوم اجازه ونقعد ايه نقضيه مع بعض، ايه رايك؟ قال لي يا عم بس 5 دقايق فنجان قهوه نتعرف عليك ونشوفك، خلي بالك من الكلام، 5 دقايق فنجان قهوه ونشوفك. فانا برضو ما كنتش واخد بالي من الموضوع ده، فانا اخدت اجازه الجمعه. عرفت ان انا اخدت اجازه الجمعه كان يوم الثلاث تقريبا، فاتصلت بيه الاربع، قلت له فاضي يوم الجمعه نتقابل، ما انا عاوز ارضيه عشان هو زعلان. رد عليا قال لي اشوف الجدول بتاعي. اول ما قال لي كده صراحه كان حد اداني بمرزبه بشاكوش تقيل على دماغي، فقت. انت عمال تقول لي نتقابل 5 دقايق، نتقابل 3 دقايق، نتقابل مش عارف ايه، بتقول لي الجدول اشوف الجدول، الجدول اللي هتشوفه ده انت اجلت تذكره الطيران بتاعتك عشان تقابلني. فقلت له مفيش مشكله، انا كده كده يوم الجمعه الساعه 12 الظهر هرن عليك اكد عليك الميعاد، جيت ما جيتش بس بقول لك عشان تبقى عامل حسابك. قال لي خلاص بس مش الصبح عشان انا يوم الجمعه عندي مقابله. قلت له اكيد طبعا مش هكلمك الصبح اقول لك تعالى قابلني، نروح نبيع لبن بنفس اللفظ كده. قال لي خلاص ماشي. انا يوم الجمعه قمت بروح اصلي الجمعه في المسجد، فمسجد معين كده قريب من بيتي شويه، فبقرر ان انا اروح اصلي الجمعه لما ببقى موجود في البيت اللي جنب المسجد ده. ف اتصلت بيه الساعة 12 ودقيقتين، ايه يا باشا انا هروح اصلي الجمعة تيجي نصلي سوا؟ قال لي ايه ده هي الجوامع فاتحة دلوقتي؟ قلت له والله انا بصلي في مسجد بيصلوا في الجمعة، ما عرفش بقى فاتحة ولا مش فاتحة. عموما لقيته عارف بياخد ويدي معايا في الموضوع ده، فقلت ايه لا انا خلاص انت روح صلي بمعرفتك وانا هروح اصلي في المكان اللي انا هصلي فيه، وانا اشك ان هو بيصلي والله زي ما بكلمكم كده لاني الشواهد بتقول عكس الكلام ده. المهم ونتقابل بعد الصلاه. قال لي خلاص ماشي. طب هنتقابل فين؟ قلت له عارف بارك تشيفتشينكو في خاركوف في شارع السموسكايا، معروف جدا جدا لكل الناس اللي موجوده في خاركوف، اسال عليها استناك في كافي كولونيتشي، هستناك جنب في الكافي دون ونشرب حاجه ونقعد مع بعض. قال لي خلاص ماشي اتفقنا. خلصت صلاة وبتاع فتأخرت شوية، أنا من النوع اللي بروح قبل الميعاد بشوية، اليوم ده أنا اتأخرت على الراجل ده، بس بنصحك لو بتروح تقابل حد روح قبل الميعاد، عارف مروحك قبل الميعاد ده بيخليك تقرأ أحداث، بيخليك تشوف حاجات أنت ممكن ما تكونش شفتها أو مش هتشوفها لما تتأخر، فروح قبل الميعاد لو حد بيدبر لك أي شيء تبقى شايف وعندك رؤية. المهم قعدنا ساعة الا ربع عشان اقابله، والله يا جماعة زي ما بكلمكم كده. في طبعا في ناس في اوكرانيا، في ناس هنا مش في اوكرانيا فمش هيعرفوا المصطلحات. الراجل عاوز يقابلني عند مترو قريب من الجامعات الاوكرانية، في اكتر من 3 جامعات او 4 جامعات معقل الجامعات، وعرب كتير هناك في المنطقة دي، وانا هقابله 2 كيلو بعيد عن المكان اللي هو عاوز يقابلني فيه. المهم قلت له انا موجود في الحته الفلانيه، طب ايه ابعت لي اللوكيشن اللي انت موجود فيه حتى اكتبه لي بالروسي. رحت ايه كاتب له العنوان اللي انا موجود فيه بالروسي. الراجل المفروض يجيني، انت فين يا عم؟ انا مش عارف اجيلك، انا ما اعرفش ايه. المهم انا من كل ده مش واخد بالي ان هو عاوز يجيبني المكان اللي فيه الجامعات، صح يا باشا ولا انا بتكلم غلط؟ المهم رحت عرفت المكان، طبعا هو عمال يبعت لي الصور بتاعته المكان اللي موجود فيه، انا الشمس مش شايف في التليفون والله،
والله العظيم ما شايف التليفون ومش عارف احدد مكانه. فالمهم خلاص عرفت هو فين، ورحت له بعد ما لفيت كتير قوي، ورحت اخر الدنيا واخر الشارع وهنا وهو عامل بنهاوي ومش عارف هو مش من هنا اصلا. ماشي. المهم ايه، الراجل رحنا، هو قابلني وانا جاي من بعيد بيكلمني في التليفون، انت فين، انت لابس ايه، انت مش عارف ايه. انا بساله، المهم شفته حبيبي ومش عارف ايه وبتاع. الراجل خدنا بالحضن مع الواجب الهزار اللي هو ايه اللي انتوا عارفينه ده، انت صعيدي صح، ده انت بتتقل علينا مش عارف ايه، احنا يعني في بينا علاقه قريبه بس مش لدرجه ان انت تقول لي الكلام ده. ماشي، ما علينا. فانا لما لقيت الحوار داير اني مش عارف ومش عارف ايه وبتاع وراشق في المكان دون، فتحت وشغلت الكاميرا. والله هو دي طبيعتي، لما بقلق من حاجه بروح مشغل الكاميرا بتاعتي والكاميرا ترصد كل شيء. المهم خدت الراجل بالحضن وزي الفل. ايه يا باشا ومش عارف ايه وبتاع، كان الجو حر وكنت لابس حاجه سويتشيرت. المهم قلعته وحطيته في الشنطه وبتاع، وخدت الراجل. يا دوب انا لسه هنانجش بعض انجاجيه كاننا مخطوبين، لقيت ثلاث شباب بقوا في نفس المربع بتاعنا، راحوا مسلمين عليه. ماشي، وراحوا مسلمين عليا. فهو سالهم انتوا تعرفوا الباشمهندس؟ قالوا له اه طبعا، الاستاذ خالد الصعيدي اليوتيوبر المعروف اول لطشه. فانا ايه، فبقول له انت، قال لي اه ده احنا كنا قاعدين دلوقتي في الكافي اللي هو كولونيتش وتعرفت عليهم مش عارف ايه وبتاع، شباب زي العسل وطلبه بيدرسوا هنا وبتاع. قال له طب بيسلموا عليك ليه ودخلوا عليك انت الاول ليه، وانت لو قابلت واحد مشهور؟ يا باشا مش عارف ايه، مش بتخش عليه كده، واقف مع حتى اللي كنت انت قاعد معاه من شويه، ايه المشكله؟ ما يمكن زيك. دي اول غلطه غلطوها البهوات ثلاثه، والرابع المعلم بتاعه ويمكن اللي مسرحهم لسه اشبال. المهم فكل ده عادي طبيعي، انا بقول لكم عشان انا خلاص عرفت الحقيقه فبقول لكم الايه المصطلحات. ف ماشي يا باشا وبتاع. طب يا شباب متشكرين، صباح الفل وبتاع، انا بهزر معاهم عادي، انا مع الناس كلها كده، باي 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 باي. خلاص انت قابلت حد، سلام سلام وخلاص. طب تقعد حتى لو انت يوتيوبر وقابلت حد من المشتركين بتوعك، انت بتقعد معاه وتبوسوا بقه وتحضنوا بعض عادي، بتقعدوا مع بعض لو انتوا قاعدين في كافي، انت بتعزمه وهو بيعزمك والموضوع بيخلص، مش محتاجه. المهم خدت الراجل لسه بمسك ايده مشيناش متر، لقيت البهوات اللي شغالين مع البيه واللي مشغلهم قاعد مستنيهم، مستني السيناريو اللي هو مخططه. المهم يا باشا يا استاذ خالد، انا مش عارف، نادوني. المهم نادوني، مش ممكن صوره؟ قوي قوي، الناس عاوز تصور معاك يا عم، انت رشدي اباظه، ما تتصور يا عم على الناس، خد راحتك. المهم رحت راجع متصور، اتصور معاهم تلات شباب معاهم موبايلات حديثه وزي الفل، والراجل الضيفي اللي هو هيقابلني البريطاني ابو برنيطه بريطانيه. انا بقى زي ما قلت لك معايا الكاب المكسيكي، انت معاك الكاب البريطاني، انا معايا الكاب المكسيكي. المهم راح المعلم اللي هيصورنا، وخليكم ركزوا يا جماعه في الحته دي، انت قابلت ناس ومعاك حد ما تعرفوش خلاص، والناس دي ما تعرفش الراجل ده، عاوزين يتصوروا، والراجل ده مش هيتصور مع الناس دي ولا معايا. المفروض يعمل ايه؟ يطلع تليفونه يصور ولا ياخد تليفون منهم يصورهم؟ ده سؤال الحلقه. المعلم راح واقفين احنا الثلاثه، اتنين كده وواحد كده، وانا واقف وسطيهم، والمعلم لسه بيطلع التليفون بتاعه من جيبه وبيصور. قلت ايه ده؟ الراجل ده بيصورني ليه؟ وبيصورني بتليفونه ليه؟ ما خدش ليه بديهي من غير ما اتكلم في دماغي بورورو ورا بعض؟ والله يا جماعه وحق كتاب الله. قلت له حاسب حاسب حاسب، مش عايزك تصورني، مش عايز اتصور، سلام يا شباب. الشباب عشان اعرفك اتفاجئوا برده الفعل. المفروض يقولوا لي ايه؟ يا استاذ خالد احنا بنحبك وعاوزين نتصور معاك، انت ليه عملت كده؟ عادي والله ما فيش اي حاجه، اقسم بالله العظيم ولا واحد من الثلاثه نطق يا ابني. رد الفعل ما فيش حد نطق لاني حرقت كل كروتهم. رحت واخد المعلم ده انجاجيه ماشي، ورحت رايح بيه اعمل معاه واجب الضيافه زي ما متعود اعمل مع اي حد بقابله واجب الضيافه. واجب الضيافه ايه؟ تمسكه تضربه؟ لا، احنا ما بنضيفش حد بنضرب حد، احنا اي حد نقابله او بيخش بيتنا
بنكرمه كرم الصعايده ان احنا نقدم له اي حاجه واجود حاجه عندنا على قد ايدينا. خدته في الكافي تشرب ايه يا باشا؟ طبعا واحنا ماشيين عارف عملها على نفسه مرتين اقل واجب، لان انا مسكته ماسكه غبيه وكلمته شويه كلام كده واحنا ماشيين، وكله كان متسجل في التليفون. صحيح يا باشا كله في التليفون، لو عاوزني اسمعك وافرجك يبقى كلمني في الواتس. صحيح ده انا عملت لك بلوك. المهم خدته ورحنا رايحين الكافي. تشرب ايه يا باشا؟ قال لي اشرب قهوه. طبعا هو كان بيقول لي ان هو عنده ميعاد عند الدكتور الساعه 4، هو عاوز الصوره وباي باي، وماسك كارت في ايده في مواعيد وبتاع، انا ما بصيتش فيه قوي عشان انا النضاره مش معايا. فقمت جبت الكافي بتاعه وجبت لنفسي شاي وجبت حاجه حلوه ليا وليه. اتفضل يا باشا عشان يبقى عيش وملح. كل شرب القهوه. لما رحت حاسب الباشا كان بيكتب حاجه في التليفون بيقول لهم خلاص يا جماعه الكارت اتحرق، او بيبلغ الراجل المعلم اللي مشغله ابو هريدي حرق لنا كل تخطيطاتنا. ماشي. المهم يا عم انت بتظلم الناس اللي انت اتاكدت. اتاكدت، ما انت تصبر جاي لورا، التقيل جاي ورا. المهم المعلم ده خد واجبه، فانا بيني وبينك عاوز اعرف قرار امه ايه. رحت متصل بثلاث حبايبي، والله وحظك اقسم بالله العظيم ان انت خلعت. ماشي اكران. وانا كنت على حظه رايح اقابل واحد بصراحه مقلق منه مش مستريح له. قالوا لي اي حاجه ادينا تليفون واحنا نيجي نفرتك لك امه. ماشي ده اللي حصل. المهم اتصلت بيهم قلت لهم تعالوا. المعلم خد باله ان انا بقول لهم تعالوا انا مستنيك ومش عارف ايه، مش هينفع وفي ايه وعليه البيضه. المهم انا بيني وبينك ما رضيتش اضغط عليه وسبته يمشي. فروحت البيت، الراجل بالليل اتصل بيا بعت لي فويس، يا خلود وبتاع انت يا عم انت صح وانت اخويا، والله لولا عيبه ان انا اقول لكم اسمه وجنسيته واوريكم الفيديو وهو بصوره، هم جايين يصوروني انا اللي صورتهم. ماشي. المهم وانت اخويا وانت صح، ده الفويس بقى في نفس اليوم بالليل بيشوف رد فعل ايه، بيشوف اللي جواه ايه، اللي جواه انا بقوله لك اهو. المهم انت صح وانا معاك وانت اخويا والحكايه، وقعد يكلمني بهذا الاسلوب. بس يا خالد انت بصراحه يعني اكيد حاجه حصلت معاك كبيره قوي مخلياك مقلق من الناس. قلت له بالعكس والله يا حبيبي انا مفيش اي حاجه حصلت معايا، انا عاوز اعرف القصه ايه. المهم ايه، فقلت له ايه، قلت له بكره نتكلم. ريحته، ما قلبتش عليه ولا كلمته ناشف، عكس انا كلمته عادي يا حبيبي ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، عاوز اعرف القصه انا مش متاكد وخايف اكون ظلمته. فالصبح لما تفضى عسل ابقى كلمني وبتاع، راح مكلمني، انا عاوزه يكلمني تليفون مش عاوزه يكلمني فويس يفكر ويشغل دماغه، انا عاوز اكلمه عشان افاجئه بدماغي. فقلت له يا عم انا بعتذر لك على الموقف بتاع امبارح ده يا اخي والله، ومش عارف اقول لك ايه بصراحه. انا بعد ما انت مشيت انا قابلت التلات عيال، ما هو بقى المفروض ان هو مش معاهم. فسكت شويه كده وكان مشغل السبيكر، فقلت له في السبيكر عشان مش سامعك كويس. فراح قال لي حاضر، راح قافله كلمني من السماعه. قلت له انا قابلت التلات شباب واتصورت معاهم، بس نسيت اخد منهم نسخه من الصور اللي اتصورناها سوا، معكش رقم تليفونهم؟ انا عاوز اعرف مع رقم تليفونهم ولا لا، عشان ما بقاش ظلمته، ما ممكن يكون معاه رقم تليفونهم فيقول لي ايه الصور دي انا كنت هتصور بالتليفون بتاعي وهبعتها لهم على البلوتوس على عفوا على الواتساب مثلا، فابقى انا ظلمت الفرقه دي كلها وده امر طبيعي. فعاوز اعرف معاه التليفون او الواتس او اي حاجه عشان ما اظلموش. شوف انا لحد فين وانا خايف عليه، مش عاوز اظلمه. المهم قلت له معكش رقم تليفون ليهم لحسن اتصورنا ونسيت اخد نسخه من الصوره. قال لي لا احنا قعدنا مع بعض شويه وخلاص. قلت له يعني معكش رقم التليفون بتاعهم؟ قال لي لا. قلت له امال انت امبارح كنت بتصورنا بتليفونك ليه باي مناسبه؟ انت تعرفهم؟ معاك تليفونهم؟ طب هتبعت لهم الصور على ايه، على البلوتوث؟ ما ردش، والله ما رد. خالد اصل انت بتشك في الناس. ناس ايه؟ هي دي محتاجه شك؟ انت شبل يا ابني والله، انت لسه بتحبي، بس انت وقعت مع واحد يلفك كده
ويقول لك ايه بس، العب بعيد، قول اللي مشغلك الصعيدي ما بيتهزمش، الصعيدي راجل قوي وما بيخافش وقلبه ميت، وانت دقتني لما كنت معايا وشفت انا كنت صابر ازاي، كنت جامد ازاي. تحذير ليك ولامثالك، انا مش هرحمكم ومش هسيبكم وهفضل وراكم لحد ما اعرف مين. فهمت يا حبيبي؟ نهاية الكلام يا جماعة، احنا ليه العرب بنفحر في بعض؟ طب انا خالد، انا وحش للدرجة دي؟ انا بعمل حاجات وحشة للدرجة دي عشان الناس تفحر لي فحر؟ ايه اللي الناس بتعمله ده؟ كل ده عشان بقول كلمة حق؟ احنا وصلنا لهذه الدرجة ان نقول كلمة حق نظلمه ونتكتر عليه ونحاول نعمل له مغارز ونحاول نجيب له 3 طلبة عشان يتصوروا جنبه ويروحوا في جروب فيسبوك طز فيك وفي الجروب بتاعك ويقولوا خالد جابنا هنا مثلا، تخطيط من دماغهم، او يروحوا الاسم يقولك الراجل ده جابنا وعنده قناة في اليوتيوب ونصب علينا وهي الصور هيا واحنا متصورين معاه وخد مننا الفلوس. انت يا ابني لسه عايش في الوهم يا ابني؟ هنا في الكلام ده؟ طيب يا حبيبي، هو اللي ليه ظهر بيتضرب على بطنه؟ فوق يا ابني، يا ابني طالما متعرفش حد ما تستقلش بحد عشان محدش يستقل بيك. انت تعرفني؟ تعرف مين اللي ورايا؟ مين اللي ساندني؟ مين اللي في ظهري؟ تعرف؟ انا افرمك والله، وحق كتاب الله افرمك، وحق كتاب الله ارحلك من اوكرانيا والله العظيم. خلي بالك، هات 3 4 10 يتكاتروا عليا، تصدق وتؤمن بالله؟ انا لو ما خدتش حقي بدراعي ده واقسم بالله اموت في اوكرانيا وفي المانيا وفي امريكا وفي اي حته، وانت تيجي عليا وتظلمني وانا هقف اتفرج عليك؟ انت بتحلم. العب بعيد بدل ما تحاربني وانا بتكلم في كلمه حق. صلح من نفسك واتقي الله عشان ربنا يكرمك، مش هقول لك اكتر من كده. صباحكم ورد وعسل يا جماعه، وانا اذكى من اي حد. الناس دي اغبياء جدا اللي بتظلمكم وبتضحك عليكم وبتنصب عليكم، اغبياء والله، وحق كتاب الله اغبياء. اقل واحد فيكم ذكاء، كلكم اذكياء، ياكل الناس دول ويحطهم يبرمهم ويبلعهم بشويه ميه. غبي بينصب عليك ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. صباحكم ورد وعسل، خلي بالكم من نفسكم، تديش الامان في الغربه لحد. خلي عينك دي مش هنا، خلي عينك في وسط راسك وصحصح لنفسك، ما تديش الامان لحد، وامشي في طريقك وسيب الكلاب تهوهو. سلام عليكم، صباحكم ورد وعسل.